السمنة هي ذلك الخطر الصحي القادم وذلك المرض الذي يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة ونفسية، ولكن العلم قادم إلينا وقادم بقوة، حيث أصبح يعالج السمنة والوزن الزائد بأساليب حديثة ومدروسة، وأولئك الذين لا يجدون وقتا للتمرين سيكون عليهم أن يجدوا وقتا للمرض. إن صحتك تساوي الكثير وتحتاج إلى اهتمامك الخاص، ويمكنك تغيير صحتك للأفضل إذا أنت قررت ذلك فقط. وقد برز في هذا المجال البروفيسور إسماعيل خليل عباس الحاصل على الدكتوراه في كندا باللياقة البدنية والسمنة مع مرتبة الشرف، والماجستير في التغذية واللياقة البدنية، وكذلك شهادات كبيرة في التدريب الشخصي والمدربين في بريطانيا، وهو المنفذ والممثل لشركات وشخصيات عالمية معروفة في اللياقة البدنية والتغذية والإدارة الرياضية بالشرق الأوسط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المشاهدين، كما تابعتم التقرير نرحب بالدكتور إسماعيل عباس. يهلا فيك دكتور إسماعيل، حياك الله. الله يحييك، شكرا. نعم، برحب فيك وبمشاهدينك الكرام. نعم، أهلا وسهلا دكتور إسماعيل. دكتور إسماعيل، طبعا شفنا التقرير، برزت في هذا المجال، مجال الرشاقة والتغذية، هل لك أن تحدثنا قليلا عن نفسك، كيف بدأت لحتى ما شاء الله، وهذه الخبرات والشهادات التي تميزت بها وهذا النجاح الذي حققت؟ في البداية كانت من ولع منذ الطفولة. نعم. بشيء اسمه لياقة بدنية ورياضة. نعم. انتقلت، كنت ألعب كرة قدم وانتقلت للكاراتيه واللياقة البدنية في فترات المراهقة، أخذت عدة بطولات وعدة أحزمة. جميل. في هذيك الوقت، ثم كنت عم بدرس بنفس الوقت في إدارة الأعمال، وفيما بعد انتقلت للسعودية، وعندها رأيت أنه لما تقدم لي عرض على أساس أبدأ التدريب في اللياقة البدنية والكاراتيه. نعم. هذا الكلام من حوالي 26 سنة. ما شاء الله. فبدأت أوجد نفسي أنه أنا في هالمجال، هو المجال اللي يجب كنت أتخصص فيه من عشقي ومحبتي لهالمجال. للرياضة أساساً. نعم. إذا رياضي حضرتك. صحيح. نعم. نعم. منذ الصغر. جداً. منذ الصغر، جميل جدا. 26 سنة ما شاء الله، خبرات ممتدة. نعم صحيح، وانتقلت وتمرحلت بنفس الوقت، ابتدأت من النوادي الرياضية وانتقلت إلى اختياري لمنشآت رياضية ضخمة في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، كان تم اختياري من قبل المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ. نعم. وجه له تحية وسلام. نعم ما شاء الله. وكان في دعم عالي بهذيك الأثناء، كان في دعم عالي للسفر للخارج لعمل بعض الدورات. نعم. الرياضية والتغذوية. نعم. فسافرت لعدة بلدان على أساس نرجع، كنا أول الناس نطبق أساليب جديدة في. نعم. السمنة واللياقة البدنية. نعم. في المنشآت الرياضية في ذلك الوقت. نعم، أنتم قدمتم لأسلوب طبعا أو معالجة، أسلوب جديد في معالجة السمنة الآن، فيك تحكي لنا شوي عن السمنة وأسباب السمنة حاليا؟ نعم، السمنة، نعم، الجميع صار يعرف أنها مرض العصر، والأهم من ذلك صارت الآن خطر على حياتنا وحياة أبنائنا، فلذلك واحد من البرامج سميته، أحد البرامج الرياضية، هو محاربة السمنة، ويجب الآن نبدأ. والأسعدني أكثر عم بسمع أخبار جديدة أنه أيضا حتى الدولة السعودية رصدت مبالغ ضخمة لأورجانيزيشن أيضا ضخمة. نعم. لمحاربة السمنة. نعم. السمنة الآن يجب محاربتها لأنه متصلة بأمراض عصرية. صحيح. متنوعة جدا، وأولها على رأسها. نعم.
السكري. نعم صحيح. طبعا لهذه السمنة أسباب دكتور إسماعيل، وخاصة في المملكة العربية السعودية، مثلا الفاست فود وضغوط الحياة، العمل، النوم، وطبعا متأخر، أظن أنها أسباب تؤدي إلى ارتفاع السمنة. كل هذه الأسباب نحن دائما بنسمع أنه الأسباب الكثيرة هاي الفاست فود والدهون والحلويات وكثرة النشويات، كل هالأمور نعم هي تؤدي إلى السمنة والمشروبات السكرية وكل هالأمور. نعم. لكن دائما نبحث أيضا نحن عن بيوند، ما خلف هال أيضا المشاكل. أحيانا المشاكل تبدأ من الفكر أولا، بمعنى آخر أنه أحيانا الفكر إذا اختار استراتيجيات سلبية في أسلوب الحياة فأيضا هو اتجه لأسلوب حياة غير صحي، فهذه النقطة الأولى. أيضا هناك أحيانا الستريس في قضية الضغوط اليومية، عندما يشعر الإنسان نفسه في ملل، في ضغط يومي، رجال الأعمال المعروفين في ضغط يومي موجود ببيئة معينة، أيضا هذه كلها عم تؤدي لسمنة. كثير من أساليب الصحية مثل النوم الخاطئ، الأساليب بعض الأكل الخاطئ، أيضا في بعض المشاكل الصحية أيضا عم بتؤدي إلى سمنة. كمان ما عم ينتبه لها كثير من الأشخاص، بتكون عائق لنزول الوزن. فهي حلقة متكاملة وليس عنصر واحد هو التغذية، خاصة موضوع الكسل اللي كثير عم نلاحظ في كسل كبير، ويحتاج التشجيع على الآن الحركي والرياضة المنظمة الصحيحة. نعم. والغذاء دكتور إسماعيل، طبعا الغذاء يتدخل في السمنة والدهون وكل هذه الأمور. هل طبعا الغذاء نبلش مثلا في أطفالنا هل نتبع طريقة لمكافحة السمنة؟ خلينا نبلش من البيت دكتور إسماعيل، نبلش بالأطفال. إذا بدأنا من الطفل للأسف نحن أحيانا بدنا نروح نعالج مشكلة الطفل لما يصير في مراحل متقدمة جدا. نعم. بنفس الوقت نحن فينا نعالجه عبر هو موجود جنين في بطن والدته. بمعنى المعروف أنه الجنين في الثلث الأخير علميا بيكون هذيك اللحظة بيتكون قديش بيكون عنده سمنة، أو بيكون وضع طبيعي عندما يولد. في أكثر من هيك، أنا بقول في بعض الريسيرش بيقولك أنه يبدأ السمنة من بداية ما تحمل الأم ولدها. إذن وهو جنين في بطن وهو أمه. جنين في بطن أمه يبدأ. لذلك إذا لاحظت الأم مفترض تكون على متابعة مع طبيبها أو طبيبتها أثناء الحمل، بحيث تعرف حتى محدد في أوزان محددة كل شهر قديش لازم يزيد وزنها. هذه في المرحلة الأولى أثناء الحمل. لو انتقلنا في المرحلة الأخرى عندما يولد الطفل، هل نحن عم نرضعه رضاعة طبيعية؟ إلى أهميتها جدا حتى في السمنة وليس في الصحة فقط. الأمر الثاني، هل عم نطعميه ونغذيه بطريقة أيضا صحية وطبيعية؟ هل عندنا هذه الثقافة لنغذيه؟ الأمر الثالث، عندما عم يكبر الطفل هل نحن عم ناكل أمامه بطريقة صحية كأب وأم؟ كيف عم بشوفنا عم ناكل؟ صحيح. الأمر الآخر، المدرسة لما يروح على المدرسة، شو جهزت له من برامج غذائية ورياضية؟ فقط مجرد حصة رياضة ما في عليها أي علامات نجاح ورسوب؟ هل في برنامج غذائي صحي للطفل يناسب عقلية الطفل أنه يتعلمه في خلال مراحل من حياته مثل ما عم يعمل الآن في الخارج؟ هذه علامة استفهام كبيرة. يجب أن ننتبه لها. أساليب خاطئة دكتور إسماعيل، يعني كثير من السيدات سندويش على الماشي وخلاص، يعني ولكن ماذا تحتوي هذه السندويش؟ وهل لها للطالب أو للطفل قابلية أو استعداد للسمنة من تناوله لهذه السندويش مثلا؟ من هون بنبدأ. هل أنا بدأت ثقفه لابني وأعطيه لما يروح على المدرسة أعطيه هذه السندويشة الصحية؟ هل الأكشاك الموجودة في المدارس أيضا عندنا فكرة عنها شو عم بتبيع لأولادنا؟ أي نوع من الأكل عم بتطعميهم؟ لازم نعرف أنه هؤلاء الأطفال، أطفالنا هؤلاء أجيال المستقبل، إذا كانت صحتهم عليلة فمجتمعنا ومستقبلنا حيكون عليل. نحن بنحتاج من شباب مستقبلنا أن يكون قوي في جسمه وأيضا قوي في عقله بنفس الوقت. والعقل دائما معروف بيأثر على الجسم، على الجسم عفوا
الجسم معروف أنه بأثر على العقل والعكس تماماً كمان بنفس الوقت. نعم، إذن تنصح سيادتك في الغذاء أولاً، والرياضة ما دورها في نعم. السمنة؟ الرياضة له دور كبير، يجب أنه أطفالنا أيضاً نعلمهم على الحركة. هل عم بيشوفونا نحن عم نتمرن؟ الطفل في الغالب يقلد دائما وبيشوف امام عينه، بيبدا يتعلم مثل العدوى الايجابيه اللي بتصيبه. هل عم بيشوف امه عم تتمرن وبتهتم بصحتها؟ نعم. هل عم بتشوف امها البنت الابن ابوه والاب نفس الشيء؟ نعم. هل للاسف لا. نعم، هذه المشكله لما يشوف ابوه بهالوضع هذا. ايضا هل في نوادي خاصه ومتخصصه للاطفال؟ هذه كمان علامه استفهام. بنترك هالامر، خلينا في العائله. في العائلة قديش أنا عم بطلع وبتفرغ لأولادي لأتمشى أنا وياهم وألعب أنا وياهم؟ وأيضا في المدرسة ما ننسى أيضا في المدرسة، هل نحن عم يلعب كرة قدم بس وبالأخير منصفر وانتهى وكل واحد مع السلامة على بيته؟ هل هذه حصة اللياقة البدنية؟ هل هي هذه هي حصة اللياقة البدنية اللي بدنا إياها؟ نعيد ترتيب أجسام أولادنا وصحة أولادنا؟ أبدا مش هي هاي. يجب أن يكون في تخطيط سليم لبرامج اللياقة البدنية ابتداء من المدارس أيضا. دكتور إسماعيل، ولكن هكذا هي الحياة، ضغوط الحياة هكذا. نحن في أسلوب، نحن في عصر السرعة وعصر العمل وكل هذه الأمور. يعني كثير من السيدات بتقول لك مثلا أنا ما عندي وقت، أو الرجل الأب ما عندي أنا وقت لحتى مثلا بأخذ ابني على النادي أو ألتزم أو كذا ولا. يعني أنا أبغى طرق مسهلة وسهلة وبسيطة. هذا الأسلوب العصري الحديث الذي لديكم، هل لك أن تشرح لنا عنه؟ فلتكن الأولوية لصحتك أولا. نعم. إذا ما عندك صحتك أولوية فتحملي المسؤولية. نعم. أو تحملوا المسؤولية كيف حتشوفكوا. نعم. أجسام وأشكال أولادكم وصحة أولادكم وصحتكم أيضا. الصحة يجب أن نحطها في المقام الأول. نعم. البريوريتي للصحة. نعم. ثم هي اللي رح تعطينا البيس والدافع للانطلاق لعقل أفضل وإنتاجية أفضل. حتى برامج رجال الأعمال عندنا ورجال نعتبرهم توب في آي بي، نعطيهم برامج أولا ليس فقط لأجسامهم وليس فقط لسمنتهم وليس لمعالجة الظهر أو المفاصل، أيضا منعطيهم برامج تغذوية ورياضية أيضا للتركيز الفكري وقوة التركيز والإنتاجية أفضل الفكرية. نعم دكتور، نحن نتكلم عن هذه الطبقة رجال الأعمال، ممكن لديهم الوقت، قد يكون لديهم الوقت، ولكن خلينا نحكي عن الفئة العامة. هذا الأسلوب الذي طرحتموه جديدا، الحصول على الرشاقة، أسلوب جديد في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، هل لك أن تحدثنا عنه دكتور إسماعيل؟ الحقيقة أنا أخالفك بنقطة. نعم. أنه أحيانا رجل أعمال عنده بعض الوقت. نعم. هو أكثر رجل أعمال الحقيقي لديه وقت ضيق جدا. نعم. قد يكون يتفرغ دكتور. نعم. يتفرغ، ولكن الأم في المنزل في طبيعة حياتها، إذا كانت موظفة أو إذا كانت مدرسة، فبترجع من المدرسة الوقت ما عندها، ما فيها تأخذ ابنها على النادي. في كتير ما بدهم يروحوا على النادي هذه صحيح بحكم ضغط العمل. يجب أنه أول شيء نحن دائما نتحجج بأمور. يفكر الواحد أحيانا يرجع بتفكيره، لو فكر أنه يوجد الوقت حيوجد الوقت. نعم. إذن الإصرار. الإصرار. نعم. يعني في بعض الناس نزلوا من 140 و180 كيلو إلى 70 و75 كيلو و80 كيلو بسبب شيء اسمه الإصرار. نعم. وتنظيم الوقت. نعم. والاستمرار. نعم. واللي هو بنسميه نحن. نعم. اسلوب حياه. نعم. مستمر. نعم. وهذه احد الاشياء المهمه جدا انه. نعم. يكون لما تبداوا برنامجكم ما تاخذوه لانه في مناسبه عندك معينه. نعم. ابدا تنتبهوا للامر هذا، او في عندكم مشكله معينه. نعم. اذا ما كان حتاخذوه كاسلوب حياه لن ينجح ابدا. نعم. برنامجكم. نعم. فيجب انه البريوريتي الاولى او الاولويه الاولى عندنا بدنا نصمم برنامج فكر لأنه يكون طوال حياتك البرنامج مشان تقدر تحصد الصحة والشكل كمان حتى الرائع. جميل جدا. إذن فأعزائنا المشاهدين، الإصرار أولا، وخلينا نشوف التقرير سوا. الناس هون بحاجة لأسلوب حياة، أسلوب حياة بتابعه مفروض يضل معهم على مدى الحياة.
هذا البروجرام نحن عادة نشتغل فيه بالعيادات عنا، مؤلف من 6 خطوات. أول خطوة هو فحوصات متطورة، بجهاز متطور، منشوف فيه الجسم من الداخل، منشوف فيه مستوى الدهون، السوائل بالجسم، نسبة العضلات، البي ام اي أو مؤشر كتلة الجسم، أكيد مع الوزن والطول والسعرات الحرارية. هيدي النتائج بنغيرنا كل 15 يوم مرة. بيرجع عنا الستاب الثاني هي فحوصات طبية وصحية مثل فحوصات الدم، فحوصات الهرمونات، ضغط الدم، مشاكل المعدة، السكري، لأنه هيدي مثل ما بنعرف أنه ممكن كتير تأثر على الوزن، مثل ما كان والوزن كيف ممكن يتعامل مع الجسم، كيف ممكن يتقبل الدايت ولا لا. ثالث خطوة عنا هي الفحص الرياضي المتميز، هو عبارة عن مدة 10 دقائق وبينعمل الفحص فيه، وبينعمل فحص لجميع العضلات والمفاصل بالجسم. بعدين بنرجع بنعمل تصميم البرنامج الرياضي اللي هو على مثل ما طلع معنا بالفحص الرياضي، يعني إذا في أوجاع بالظهر، في أوجاع بالركبة، أوجاع بالمفاصل، هذه كلها بتنحل معنا بالبروغرام الرياضي اللي بناخده. بيرجع عنا الأسئلة هامة بأسلوب الحياة، أسئلة نفسية، أسئلة عقلية. نحن بنعرف أنه في كتير عالم إذا ركضوا بيركضوا للأكل في حال حسوا بالضجر، قلة النوم مثلا ممكن تعمل عنا مشاكل، الضغوط النفسية ممكن تعمل عنا مشاكل. بيرجع عنا فحوصات البرنامج الغذائي الصحي وتصميمه، مثل ما عملنا البرنامج الرياضي على أساس وضع الجسم، كمان بنعمل البروغرام الغذائي على أساس الوضع الغذائي للشخص. يعني في شخص بحب التفاح ما رح نمنعه من التفاح، بضل يأكل تفاح، ما بيأكل موز ما بنحط له موز. هي متخصصة لكل شخص، لكل فرد حسب هو شو بحب وشو ما بحب. الدايت كتير متنوع، يعني في أكتر من تشويس عنا فينا نمشي عليه، ما ضروري كل يوم يأكل نفس الأكل أو مثل ما طالع عباله في يأكل. بلس أكيد منراعي فيه كل الأشياء من نعومة الجلد، الأظافر، صحة الشعر. ممكن ندعمه بالمكملات الغذائية إذا وجد الأمر، وإذا لا ما في ضرورة. الكونسبت هذا ما كان يعتمد بس على التغذية، لأنه التغذية تعتبر جزء وليس كل. الكونسبت هذا يلبي احتياجات الناس اللي يعانون من السمنة ومشاكلها، ويركز بجانب التغذية على الرياضة، على برنامج رياضي متكامل، يبدأ فحص رياضي وتصميم برنامج رياضي يناسب كل شخص ووضع عضلاته ومفاصله. دكتور اسماعيل، طبعا شفنا التقرير سوا، فيك تحكي لنا شوي عن العلاج الجديد اللي طبعا بتتبعوه؟ نعم، للحقيقة هرجع خطوة فقط للخلف، وهو عم بأسف على نوع العلاجات المتواجدة واللي عم شوفها حول الشرق الأوسط وبالسعودية، كيف هي مجزأة. نعم. ومشان هيك العلاجات ما عم بتتم بشكل قوي. نعم. وفعال وسريع بنفس. نعم. الوقت. نعم. برجع للكونسبت انه اشرحه بشكل متكامل. نعم، نحن مفترض العلاج دائما يكون بشكل متكامل. بمعنى كيف متكامل؟ البرنامج الغذائي الصحي المتوازن، البرنامج الرياضي ايضا المتخصص، ايضا الاسلوب حياه متكامل، وهذا بنطلعه من خلال عده كويستشينيرز نحن،
وايضا في عندنا اسلوب فكري ونفسي للسمنه، لانه احيانا بتكون مشاكل السمنه ليس فقط في الغذاء والرياضه، بتكون ايضا عندنا اياها في الفكر، في العقل، في النفس، فيجب انه نتنبه لها. فهذه كلها نحن بنحطها باسلوب علاج متكامل بحيث نعالج الشخص عفوا. وهذا الشيء اللي أثبت فعاليته على مستوى العالم. في عدة شخصيات بالعالم تشتغل بنفس الأسلوب، أنا أعجبت فيها والتقينا، والآن نحن قادمين للشرق الأوسط بهالكونسبت بحيث نخدم الناس بهالقوة وبهذا الأسلوب المتكامل الذي يكمل بعضه بالضبط. التغذية والفحص الطبي الدقيق والعلاج للسمنة وللحصول على رشاقة برضه، يعني مش كل سمين بيجي بيتبع هالبرنامج، حتى اللي مثلا ما عنده لياقة بدنية فيه بيحصل على اللياقة البدنية من خلال هذا البرنامج. أنا بأيدك تماما بالفعل، لأنه في كثير من الناس لما بيكون وزنه أو شكله طبيعي بالضمنية، لكن عندما نعمل فحص متخصص في موضوع السمنة بتلاقي أنه وضعه الصحي من جوا في السمنة أسوأ من وضع واحد أمامك بتشوفيه سمين. فلذلك لا أيضا كي يحافظ على رشاقته وعلى أيضا صحته وحتى يكون انرجيتك أكثر غير موضوع الشكل والصحي أكثر، يجب أنه كمان يحافظ على برنامجه المتكامل. نعم دكتور اسمعين، هل هناك مأكولات تعدل المزاج تقوي النشاط للذين لديهم إحساس بالخمول؟ نعم، هناك كثير من المأكولات ولائحة طويلة عريضة، وممكن نتكلمها فيما بعد بحلقة تانية لأنه إن شاء الله الباب واسع جدا. نعم واسع جدا. اختصار بسيط مثلا على وجبة فطور على سبيل المثال، لما نبدأ بفطور في مثلا أورانجوس ونبدأ بفطور في أوملت مع البراون بريد، هذه مثلا وجبة فطور بسيطة على أنه تكون تعطيك انرجي أو طاقة عالية بقية يومك، لأنه خاصة الفطور صحي جدا. طبعا كل ما نأكل هنقول بشكل مختصر أكثر مشان ما نفصل الآن، نحن مش بصدد تفصيل، كل ما تأكلي بشكل متوازن وصحي ومتنوع من خضار وفاكهة وبروتين، كل هذه الأمور كربوهيدرات تكون بكميات أيضا مناسبة لألك، راح تكوني دائما، ومش مسألة أنه أعطيني هالأكل بس. نحن للأسف نعم في مأكولات متنوعة، العدس، الفاصوليا، كل هذه الأمور، بعض البروتينات، أنواع البروتينات، الخضار، الغذاء الذي يعطي الطاقة. نعم الطاقة بشكل عام، عندك الخضار، في كثير أنواع من الخضار والفواكه، لكن إذا جينا للموضوع كتكون أنرجيتك في أمور لإلها، أو الطاقة في أمور لإلها كلها امتدادات. واحد أنه هل أنت الفطور جدا هام، أكلك يكون متوازن على الأقل 3 وجبات كثير هام، تشرب مي بشكل عالي كثير جدا هام، هل أنت كسولي ما عم تتمرني، هذه جدا هام مشان تعملك عالية طاقة. الأمر الآخر، هل أنت عندك ضغوط نفسية وفكرية وعم تستسلمي لها بتخدي الأدوية، كل هذه الأمور وغيرها بتؤدي لخمول، خاصة بما فيهن السمنة ايضا بتؤدي للخمول. وهل هذه العاده الان مع الفيسبوك والنت، السهر الليلي، هل السهر الليلي المستمر يؤدي الى الخمول؟ احسنتي، هو اللي كنت بدي اذكره، اللايف ستايل من ضمنها النوم. اذا كان في من ضمنها النوم، اذا كانت ما في نوم كافي ايضا، هذه واحده من الاشياء اللي ما بتجعلك ابدا انرجيتك. وهذه في حلقه كامله ان شاء الله اذا تاح المجال فيما بعد، إن شاء الله تكون هي حلقة متكاملة وليس فقط مأكولات معينة. ما بدي ألفت النظر لمأكولات معينة بقدر ما ألفت لهي لايف ستايل متكامل والأسلوب. فلنتكلم عن أسلوبكم دكتور إسماعيل، ممكن تحكينا عن الخطوات 7 التي تتبعونها مع زيارة طبعا المريض؟ الخطوة الأولى عادة نتبعها للشخص أنه البرنامج الغذائي وفحص قبل البرنامج الغذائي عفوا، الخطوة الأولى نبدأ فيها بعض الأسئلة والتأكد من بعض الأمور الهامة. على سبيل المثال، لاحظي كيف عم نشرح الآن على الجهاز الدهون، وين وضع دهونه، وضع العضلات، وضع السوائل في جسمه، كل هذه الأمور مفترض نناقشها. بعدين منروح مباشرة على الوزن
بعدها في جهاز متخصص في أمر الدهون والعضلات وغيرها مشان تابعه، بحيث بعدها المقاسات بدنا نتأكد أنه كل شهر، وبعدها منشوف مثل ما شفنا فحص رياضي متخصص، لا مش بس نعالج السمنة، أيضا عاوزين نعالج مشاكل عضلية ومفصلية جراء السمنة والكسل. يهمنا جدا أيضا ما وراء معالجة، كثير الحمد لله نجحنا بفضل الله أنه معالجة أيضا أمراض متصلة، أمراض عصرية متصلة بالسمنة من خلال برنامجنا. مثل ما شايفين الفحص الرياضي بشكل متكامل لكل عضلة وكل مفصل مفترض، مشان نصمم البرنامج التدريبي بطريقة very professional، وهذه نحن متخصصين فيها أنه كيف تصمم برنامج رياضي متخصص لأصحاب السمنة، سمنة واحد، سمنة اثنين، سمنة ثلاثة. نعم، ويوجد درجات للسمنة. نعم صحيح. يوجد ثلاث درجات للسمنة، ونحن عادة ما نصمم لها البرامج التدريبية المناسبة لكل حالي. هذه دكتور، هذه اللقطة طبعا مع هذه من الأساليب الجديدة، واحدة من الأساليب الجديدة لمحاربة السمنة بطريقة سريعة وقوية جدا، أثبتت قديش الشخص بنزل الدهون بشكل عالي جدا بوقت قصير. مثل ما ملاحظين طبعا هي بتنعمل بطريقة مخففة، هذه طريقة جدا متقدمة. وهل تصلح للسيدات هذه الرياضة؟ نعم تصلح للسيدات وتصلح للرجال وتصلح للنساء، لكن بتنعمل بطريقة أيضا very professional وبطريقة متدرجة حتى لأصحاب السمنة تنعمل. نعم جميل جميل جدا دكتور إسماعيل. معنا اتصال من لندن، الدكتورة مارلين كلينيفيل. أهلا وسهلا بك دكتورة مارلين، حياك الله. Hello دكتور مارلين، how are you؟ Hello دكتورة مارلين، ما هي الأساليب الحديثة الآن وخاصة الكل يعاني من البطن الكرش في دول طبعا في الدول العربية، فما هو الأسلوب الحديث لديكم لإزالة هذه البطن؟ What are the new trends to get rid of the belly? Pardon? What are the new trends to get rid of the belly? Really important nutrition and obviously fitness as well, and it's really looking at keeping people healthy and reducing obesity and diabetes. نعم. So اللي فينا نعمله هو نظام غذائي مع نظام رياضي، وهذا الشيء كتير بيساعدنا مش بس نتخلص من البلي، نتخلص كمان من الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط وال. نعم دكتورة مارلين، إذا تنصحي في التغذية السليمة والرياضة لطبعا التخلص من البطن، وكذلك هل تنصحي باستمرار الرياضة يعني بعد إزالة البطن وحصولنا على البطن النحيفة أو التي قمنا بإزالتها، فيما بعد هل ممكن أن ترجع البطن دكتورة مارلين؟ He should stay or continue doing sports, and if he stops, will the belly get back again to its shape? Yes, it will do. Putting in fitness, but also nutrition, so healthy eating and healthy organic supplements will get rid of that fat around the middle. Yeah. And following the You Are Fit company and Dr. Abbas's recommendation, it's really important to get rid of that fat around the middle, because otherwise it increases the risk of heart disease and diabetes. Okay, عنا الدهون حول البطن كتير بتزيد نسبة السكري ونسبة أمراض القلب. البطن أكيد رح يرجع في حال بطلنا الرياضة. كتير بتنصح إنه نتبع نظام You Are Fit مع دكتور إسماعيل. هيدا الشيء بيساعدنا لأنه نخلص من البطن على طول. بلس إنه ممكن يكون في شيء سابلمنتس أو أدوية أورجانيك ممكن طبيعية ممكن يخدها الإنسان لحتى يخلص من هيدا من الدهون حول البطن. نعم نعم شكرا للدكتورة مارلين. تحية للدكتورة مارلين. نعم. كمان نعم Thank you دكتور مارلين. نعم شكرا دكتورة مارلين. دكتور
اسماعيل، سأل أحد الأشخاص هل تأثير حبوب التنحيف، هل تأثير حبوب التنحيف على الحالة المزاجية لبعض المستخدمين لها من إصابته بالاكتئاب؟ صحيح، نعم، في بعض الحبوب المعروفة من دون ذكر اسمها بتأثر أيضا على المزاج بشكل كبير عالي جدا، والبعض الآخر بيأثر على الصحة ومشاكل جانبية أيضا عم يعمل. نعم. فلننتبه. نعم. ذكرت قبل شوي الدكتورة مارلين، وهي حقيقة مشهورة في الأورجانيك هيلثي سبلمنت المعروف على مستوى العالم، مشهورة جدا هي في الأمر هذا كمان. نعم. فيجب الانتباه أي نوع من السبلمنت، إذا اضطرينا أو إذا كنا لازم ناخد سبلمنت. نعم. فلننتبه أي نوع من السبلمنت أو الفيتامينات المنحفة لازم ناخد. نعم. وما هو المعدل الشهري للنزول في الوزن بالنسبة للسبلمنت؟ للسمنة بشكل عام. للسمنة المعدل الطبيعي اللي هو متعارف عليه هو 4 كيلو إلى 3 كيلو صحيح. نعم. هذا الوضع الصحي مشان يثبت الوزن بشكل أكبر، بس الحقيقة بيعتمد أحيانا من شخص لشخص حسب نوع تراكم الدهون والسمنة اللي عنده. أحيانا بعض الأشخاص بينزل 9 كيلو مثلا. نعم. معروف هاي ليش بتنزل 9 كيلو. نعم. لكن بشكل عام 4 إلى 5 كيلو هي الأيديل لنزول الوزن. لا نستعجل وزول الوزن ولا ننزل بشكل كبير وغير صحي مشان ما تعمل مشاكل جانبية. نعم. مشان أيضا بعدين نستطيع نسيطر على الوزن، كل ما نزلنا بطريقة علمية ومتدرجة وصحيحة كل ما بيكون أثبت وأفضل وصحي أكثر. للذين يستخدمون الشاي الأخضر ماذا تنصحهم؟ الشاي الأخضر رائع جدا للصحة وبنصح بشربه. نعم له تأثير من حيث الميتابوليزم وغيره، لكن ما نستطيع نعتمد عليه فقط لوحده أنه كتنزيل وزن بالنسبة للشاي الأخضر. فلننتبه للأمر، دائما نحن منلجأ بدنا شيء سريع وسهل. جميل. وعصى سحرية. يعني بعطيك مثال. نعم. أحد الأحباب والأعزاء امبارح بيتصل فيني على العيادة فبيقول لي دكتور أنا بدي فوت لعندك على العيادة. نعم. وبدي أطلع نحيف. نعم. جميل. قلت له عندي لك حل سريع جدا. قال لي شو؟ قلت له سكين شاورما. نعم. شفط الدهون. سكين شاورما. نعم. حنيجي لشفط الدهون. معنا اتصال سلطان. ألو من جدة. ألو، يا هلا سلطان. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. معك أم سلطان. يا هلا أم سلطان، هلا فيك. أهلين فيك، ممكن أكلم دكتور إسماعيل؟ تفضل الدكتور، معك أم سلطان. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمة الله، يا هلا فيك. دكتور أنا كنت حابة أستفسر بس استفسارين بشكل عاجل. نعم. السؤال الأولاني، أنا بعمل دايت بروتيني 70% منه معتمد على البيض، ما تبقى من بالمية معتمد على الجريب فروت والسلطات. هالدايت نزلني في الأسبوع 2.5 كيلو بدون أي رياضة، ما أدري طريقتي الصحية أم لا. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، في أخبار بدأت تتروج على الإنترنت بأنه حضرتك ستكون في موقع مجلة إلكترونية، فممكن نعرف اسم المجلة هذه إن أمكن ومن القائم عليها، ولأنه بيبدأوا بيشيروا أنه أنت حضرتك حتكون لك زاوية داخل المجلة. نعم نعم، شكرا. هذه الاستفسارين وشكرا جزيلا. نعم، شكرا لاتصالك أم سلطان. نعم نعم، معنا زياد. ألو زياد. نعم. يا مرحبا. يا مرحبا زياد، تفضل زياد. الحقيقة أنا حابب أسلم على الدكتور وأستفسر عن برنامج البوت كامب. نعم. من خلال اطلاعي في الانترنت تبين لي انه في برنامج متخصص في مجال مكافحة السمنة، وربما انه يكون مخصص اكثر لرجال الاعمال، هكذا تبين لي. انا بعاني من مشاكل في مجال الكوليسترول، عندي مشاكل ايضا من كثرة جلوسي على المكتب، يبدو انه عندي الام بدأت تصبح مستعصية في الظهر. نعم. فما بعرف الى اي مدى ممكن يكون البرنامج. نعم. البوت كامب مناسب. نعم. في حاله مناسب. من حالاتي خصوصا. نعم. انه اكتشفت انه قصير، يعني 15 يوم. حاب اعرف من الدكتور الى اي مدى ممكن يكون هذا البرنامج نافع، وما هي الفائده الحقيقيه من التواجد. نعم. في برنامج البوت كامب والمعلن عنه في موقع الدكتور في الفلبين. نعم نعم، شكرا لاتصالك. فيك تحكي لنا بسرعه دكتور اسماعيل؟ حنبلش بزياد على السريع. نعم، بالنسبه للبوت كامب. نعم. البوت كامب هذا برنامج متكامل صحي. نعم. من شيء رجل الأعمال أو الشخص اللي اعتاد على أتموسفير بأكل معين، بعدم حركة، بأصدقاء، بشلة حواليه كسولي، بنحاول نشيله من هالبيئة وناخده لبرا.
مشين وانا هذا ناخذه لبرا بنبدا نعمله برنامج غذائي رياضي ممتع جدا ايضا استرخاء عالي، بهمنا جدا الاسترخاء لانه بيبدا دائما نزول وزن من الفكر مثل ما قلنا، وبنحاول لما يرجع بصحه ثاني وبشكل اخر بوقت قصير، بحيث لما بيرجع ايضا ليس فقط في وضع صحته ووضع شكله، ايضا بنحاول نكسر العادات السلبية، يرجع بمفاهيم بعادات إيجابية بحيث يستطيع يكمل حياته بطريقة إيجابية. دائما مثل ما بنعمل بوت كامب لأطفالنا أنه يكون القائد، أيضا القائد الطفلنا القائد أو حتى للكبار محتاج أنه أيضا يكون قائد بجسمه يكون صحيح. فأنا بنصح بالبوت كامب هذا خطوة رائعة لحياة صحية أو لرحلة صحية ممتعة جدا. كان أوكي. بالنسبة لأم سلطان، بالنسبة لأم سلطان شو بتنصحها؟ أم سلطان بالنسبة دائما نظام البروتين إذا كان لمدى ما أنتج إنه في فوائد قوية وفعالة إلا هي مؤقتة، والكثير عم بيسبب لهم بعض المشاكل الصحية الجانبية ما بدنا نذكرها الآن. أنا أنصح في التوازن في البرنامج الغذائي وليس البرنامج البروتين أو مع الجريب فروت. الوزن اللي نزل ممكن يرجع تكسبه بسرعة لأنه نزل بشكل غير متوازن وصحي. دكتور طبعا الوقت خلص وللأسف إن شاء الله لنا استضافة قادمة بمشيئة الله في الحلقات المقبلة لنوصل أكثر الفائدة لجمهورنا الحبيب، ولكن نجاحك العملي دكتور إسماعيل تهديه لمن؟ بهديه لخمس أشخاص ولمجموعة. نعم. الشخص الأول هو والدي العزيز. نعم الله يخليه يا رب. الله يحفظك. والدتي الكريمة ولا صاحب السمو الملكي العزيز والداعم لي دائما أمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز. نوجه له تحية كمان. لأولاد الأعزاء علي وعبودي. الله يخلي لك ياهم يا رب. لأم علي اللي عم تسمعني. نعم. أم علي. وأيضا لجمهوري وأحبائي الكرام أمثالكم اللي تعلمت منهم أيضا الكثير من خلال أسئلتهم. خلوني أبحث وفتش دائما عن الجواب مشان خدمتهم. شكرا كثير دكتور إسماعيل، وإن شاء الله في الحلقات المقبلة لنا لقاء. أشكركم أعزائنا المشاهدين، وحتى نلتقي بكم يوم الاثنين بمشيئة الله. إلى اللقاء.